في اليومين اللي فاتوا دوشة شوية عن ست اكتشفوا انها سربت اخبار عن الضربة الاسرائيلية لايران، والست دي بتشتغل اسمها ايرين طبطبائي، بتشتغل، معلش لو نشغل الفيديو انا بس عشان الخبر عشان الوقت. هي اتهمت بتسريب وثائق سرية تتعلق بخطط اسرائيل العسكرية ضد ايران، وفق ما كشفت صحيفة اسرائيل هيوم. هي ولدت من عائلة ايرانية بارزة، والدها الفيلسوف الايراني جواد طبطبائي تشغل منصب حساس في وزارة الدفاع كمديرة في مكتب مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة. ايه ده؟ ايه ده؟ ده يعني لا، وهي لسه على فكرة متعينة ما بقالهاش سنتين كمان. في لسه تحقيقات، لكن كل الشبهات بتحوم حواليها. بيقولوا ان هي بسبب منصبها ده قدرت انها توصل لمعلومات سريه، وبدات التسريبات على تطبيق التليجرام، وظهرت مراسلات قديمه كانت بينها وما بينهم في ايران بتسالهم عن راي الحكومه الايرانيه بشان حضور مؤتمر في جامعه بن غوريون باسرائيل. افادت واشنطن بوست بان الاف بي اي فتح تحقيق حول تسريب الوثائق التي تحتوي على معلومات عن خطط اسرائيل لشن هجوم ضد ايران. في امراه مسلمه في تينيسي بتقاضي الشرطه بسبب تسريب صوره ليها بدون حجاب اثناء اعتقالها في احتجاج مؤيد للفلسطينيين. ارغمت ليلى على خلع الحجاب، الكلام ده علشان ياخدوا صور ليها يعني، الكلام ده كان في جامعه تينيسي في 2000 في سوري 15 مايو. المحاميه بتاعتها بتطلب تعويض 250 الف دولار علشان الضرر العاطفي الناجم عن خلع الحجاب والافصاح العلني عن صورها، وطلبت انهم يشيلوا الصور بتاعتها من اي وسائل تواصل. أشرفت الجمعية التاريخية للبيت الأبيض على افتتاح بيت الشعب، وهو نموذج محاكاة للبيت الأبيض. ده علشان خاطر تدخل البيت الأبيض وتتفرج على الحاجات اللي فيه، عاملين له زي بالظبط البيت الأبيض والصور اللي فيه والحاجات دي. استغرق 20 شهر. الجمعية أسستها جاكلين كينيدي عام 1961 بهدف الحفاظ على البيت الأبيض. نشوف الفيديو سوا، ندخل مع بعض كده ونتفرج على البيت الأبيض، بس مش البيت الأبيض الحقيقي، بيقول لك بيفصل ما بينهم شارع بس. نشوف سوا. كفكرة مبتكرة لكنها بسيطة، يستطيع زوار العاصمة الأمريكية خوض تجربة مماثلة للتجول في البيت الأبيض عبر المرور ببيت الشعب الذي أنشأته الجمعية التاريخية للبيت الأبيض التي أسستها جاكلين كينيدي. فكرة كويسة برضو علشان خاطر يعرفوا الناس البيت الأبيض ده جواه إيه وإيه اللي بيحصل جواه، مش شرط يكون البيت الأبيض نفسه بس دي حاجة زيه بالظبط. يوم الخميس اللي فات توفت إليزابيث فرانسيس، أكبر معمرة في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 115 سنة. حفيدتها 69 سنة قالت إن جدتها توفت بسلام، وكانت بتقول دايما، وخلي بالنا من الجملة دي، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. مش عارفة يعني، مش كلنا فاكرين طبعا الكلمة دي موجودة فين وفي البايبل. لما نعيش الجمل دي ولما نعيش الآيات دي صحيح. بتفرق قوي معانا وهتفرق قوي مع الناس اللي احنا بنتعامل معاها. سر طول عمر الست دي انها كانت بتزرع الاكل والخضار في الجنينه بتاعتها، ما كانتش بتاكل من الوجبات السريعه. يلا مش هقول اكتر. معلومه سريعه حلوه برضه.